with you مش شيماء منير. النهاردة جاي لكم معايا فيديو جديد. النهاردة زي ما ناس كتير طلبوا مني ان انا اعمل activity على unit by unit من منهج Connect 3. النهاردة هعمل activity هنشوف مع بعض شكل الاسئلة وازاي بنحلها. Let's start. انا شفت ورقة الاسئلة دي، هي بصراحة عجبتني جدا، لقيتها على السوشيال ميديا على الفيسبوك، فقلت ان انا اشارك معاكم. ودي نوع من انواع الاسئلة المختلفة اللي ممكن نعود ولادنا عليها. اوكي تعال نشوف مع بعض هنحلها ازاي. Let's start. انا هنا عندي number one. طبعا انا بس في الاول محتاجة يكون معايا pen قلم عشان اكتب معاكم. هنا عندي بيقول لي listen and number the pictures. مفروض ان التيتشر هتقرأ كل الحاجات دي، تمام، والولد او الطفل بناء على اللي يسمعه اول حاجة يحط numbers. اوكي يعني هنا عندي meat. اوكي meat احنا عارفين اللي هي very good excellent اللي هي اللحمة، يبقى هنا هنكتب one. اوكي number two عندي exercise. اوكي very good number two. اوكي وبعدين عندنا mommy. اوكي الام very good accent شطار خالص، تمام. وبعدين عندي excited متحمس excited خدناها كتير جدا. اوكي number five sleep اوكي ينام. اوكي كده يبقى احنا حلينا number one. هنيجي مع بعض بقى number two read and fell in the gaps. اوكي طيب هنا عندي مديني كلمات، مديني happy where how. المفروض ان احنا هنقرا الكونفرزيشن الصغيره دي، المحادثه الصغيره دي، وهنحط الكلمات المناسبه. طيب انا عندي هنا هاني بيقول ايه هاني. طبعا ناخد بالنا انه في الاخر question mark، هنا عندنا اداه استفهام، معنى كده ان انا هبتدي باداه استفهام. كده احنا حلينا جزء من السؤال. طيب انا عندي happy يعني سعيد، لكن عندي where بسال بيها عن place عن المكان، وعندي كمان how، يبقى انا عندي where و how كيف. طيب هحط ايه هنشوف مع بعض. هنا بيقول do you feel احنا خدناها في unit 1 very good excellent. how do you feel كيف تشعر. how okay do you feel okay number 2. طبعا هنا ردت قالت I feel. Okay, I feel happy ولا I feel where؟ طبعا of course I feel happy أشعر بالسعادة. I feel happy. Okay يبقى احنا كمان حلينا السؤال الخاص بالconversation. Okay طيب نيجي مع بعض بقى لتشوز. هنا عندي number one he، هنختار eats sleeps makes for 8 hours a day. 8 ساعات في اليوم. يا ترى بيعمل ايه في الثمان ساعات في اليوم؟ اكيد طبعا مش بياكل 8 ساعات في اليوم. too much كتير جدا. very good sleeps. okay number 2 I am 130 centimeter long old ولا tall. very good tall. okay ابي sits on a. البي بتقعد فين يا ولاد؟ على الليف ولا sky ولا night؟ أنا سامع حد بيقول ليف. very good excellent. طيب ice cream burger fish is healthy food. إيه هو الأكل الصحي؟ الأيس كريم؟ no burger of course not. very good هو الفش السمك. مهم جدا إن إحنا يا ولاد ناكل healthy food. طيب أنا عندي number 5 let's okay let's meet let's clean let's play our living room. living room مفروض ان احنا نعمل فيها ايه؟ clean ننظف. very good accent. okay هنيجي مع بعض الجزء الاخراني ده. مفروض ان انا هنا عندي picture، هبص على الصورة وابتدي ارتب الكلمات. what is this؟ very good water او water الاتنين صح. okay لازم نكون حافظين ال spelling. okay طيب هنا number 2 very good fruits اوكي تمام كده احنا حلينا number 2. اوكي number 3 very good angry هنمشي مع بعض letter by letter. n g r y
angry. Okay. هنا very good team فريق. Team. ناخد بالنا ان T sorry ال E وال A بنطقها E like team. Okay. Let's move to another part. الجزء اللي عندي الصفحة التانية هنا بتقول بقى rearrange هنرتب. هنا عندي clean the we playground. احنا اتفقنا مادام محطوط هنا خط تحت كلمة we يبقى انا هبتدي بيها الاول. يبقى we clean the playground. We clean the playground. Okay. Number two هنبتدي مع بعض طبعا بذا. وبعدين هدور هحط ايه وراها. هحط as ولا green ولا leaf. أيوة لازم هنحط noun اللي هو leaf. The leaf as green. The leaf as green. Okay. Number three. Walk I school too. سهلة جدا وخدناها كتير جدا. I walk to school. I walk to school. هنا جزء بقى هنا يا ولاد مفروض ان احنا عندنا picture نتكلم عنها. هنا ممكن نقول I like fish. او هنا ممكن نقول he plays tennis. هنا ممكن نقول I like fish. انا بحب السمك. اوكي. Okay. I like fish. هنا I like fish. وهنا ممكن نقول he plays tennis. هنا بقى الجزء ده مهم جدا لازم نعود ولادنا ان هم يعرفوا يصلحوا الجملة دي. هنا لازم اتفقنا ان ده noun اسم لازم اول حرف يكون capital letter. وبعدين بكمل الجملة عادي خالص. أميرة meets her friend شيرين. الاس عشان دي شيرين لازم تكون capital ونحط في الاخر full stop لأنها sentence. هنا نفس الفكرة. This is my. Okay. هنحط T الأول capital ونكمل بقية الجملة خالص وبعدين نحط full stop. Okay. ده كان الاكتيفيتي الخاص بيونت 1. لو عجبكم إن شاء الله هنزل لكم اكتيفيتي لبقية اليونت عشان نحل أكتر على كل يونت ونضمن إن أولادنا فاهمين الدرس كويس جدا. Thanks for watching and see you soon. Bye. Thanks for watching and see you soon. Bye.